هاي احلى المساء، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. فيديو اليوم حيكون ديكورات للعيد، لازم تشوفوها. اذا عجبتكم الافكار اكتبوا لي في الكومنت تحت، ويعني اذا سويتوا اي فكره وكذا منشنوني في انستغرام، وما تنسوا لايك سبسكرايب للقناه، ويلا نشوف الفيديو. اول فكره حنحتاج مسطره، الوان، اهم شيء طبعا الاوراق الملونه، وحنحتاج قلم تخطيط ومقص وقلم رصاص، وفي عندنا الخرامة والخيط الملون والزيدة بتاع الزينة، وحنحتاج للصق شفاف شطب. طبعا حتجيبوا مجموعة من الأوراق، أنا جبت 5 أوراق، وتصفوها بطريقة منتظمة، وتبدو ترسموا مثلث كده على حسب الحجم اللي انتوا حابينه، فأرسموا وأرجع عليكم. طبعا زي ما انتم شايفين انا هسه رسمت المثلث، فانا حابه اقصه. طبعا زي ما انتم شايفين هسه انا قصيت الورق على شكل مثلثات، دي الالوان المتوفره عندي، فانتم تختاروا الالوان اللي انتم حابينها، وبعدين تكتبوا بالقلم عيد سعيد. هسه هنا زي ما انتم شايفين انا كتبت عيد سعيد وكمان زينت، فيعني اذا حابين تكتبوا عيد سعيد او حابين تزينوا بكيفكم. فانا هنا شوفوا عملت الخرز، وكمان زينت بقلم التخطيط، كتبت عيد سعيد وعملت نظام فرقات يعني جو افراح وكده، فاحنا بالعيد لازم. وهسه ننتقل لمرحلة الخرامة اللي هي راح نخرم من النص، وارجع لكم. هسه طبعا زي ما انتم شايفين انا خرمت، فالمرحلة اللي بعدها راح نقص الخيط وندخله بدخله وارجع لكم. وطبعا هنا انا ربطتها بالخيط، فزي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي، باقي نحطها على الحيطه، فحطها وارجع لكم. احنا بنقول حيطه في السودان يعني، وبيقولوا عندكم جدار انا ما اعتقد، فحطها وارجع لكم. وهسه شوفوا الشكل النهائي بعد ما علقتها، شوفوا. الفكرة الثانية هنحتاج فيها الورق ملون، قلم رصاص، مقص، قلم تخطيط، أعواد الآيس كريم بس تكون ملونة، وإبرة، وكور فلين تكون يعني متوسطة وصغيرة، وكمان اللي هو أهم شيء علبة زي كده ممكن تشتروها تبع فشار وكده، أنا اشتريتها تبع فشار وزينتها أنا. وتجيبوا مصاصات قصوها وتحطوا زينة وكده، فشكلها بيطلع حلو. هنا اول شيء عملناه انه اخذنا الابرة ودخلناها بكرة الفلين الحجم المتوسط، وراح تاخدوا الحجم الصغير وتحطوه فوق الابرة، وشوفوا كيف راح يطلع الشكل. زي ما انتم شايفين شوفوا الشكل طلع حلو، بس لسه راح تشوفوا كيف راح يصير شكله. هنا انا هستعمل بخاخ احمر، بس حابخ يعني حاجة خفيفة عشان يكون في ابيض كمان. طبعا هسه زي ما انتم شايفين انا بخيته وطلع شكله حلو، بس راح نستنى لين ما يجف. في المسافة دي هتاخدوا اوراق من الورق الملون وترسموا عليها الاشكال اللي انتوا حابينها، قلوب، مربعات، مستطيلات، اللي انتوا حابينه، وتكتبوا عليها عيد سعيد وتزينوها وتلصقوها في اعواد الايس كريم، فحاسويها واوريكم الشكل النهائي لها. هسه خلصت الفكرة، هنا عيد سعيد عيد سعيد، وهنا كمان عيد سعيد، وهنا، ودي بعد ما جفت انا حبيت انه ازينها بالخرز، فأتمنى إنه الفكرة تعجبكم. الفكرة الثالثة هنحتاج كرة فلين كبيرة شديد، وكرة فلين متوسطة، وزينة هنحتاج من الأعواد دي، وهنحتاج طبعا بخاخ لون فضي، انا حبيت انه يكون لون فضي. بالنسبه للكوره انا استعملتها في ديكورات رمضانيه، فحبيت بدل ما ارجع ابخ من اول جديد ارجع استعمل نفس الكوره وابخ عليها فضي خفيف، فيصير ذهب فضي. وهنا كمان هنحتاج لغرام مسدس، فانا هسه هطفي الكهرباء عشان اقدر استعمله كده. اول شيء حنسويه حنحط واحد من الاعواد في الكوره دي، ونرجع نحطها فوق دي فيصير شكلها كده، فسويها وارجع لكم. فزي ما شفتوا صار الشكل كده، او ماي جاد طاحت، فراح صار الشكل كده، فراح تبخوها فبخها وارجع لكم.
فهسي دي شكلها بعد ما بخيناها، فراح نستناها لين تجف. كمان هنا خليت شوية ذهبي فراح نستناها. انتبهوا جدا عشان ما تبخوا بقوة، لأنه الفلين يعني بتأثر فبتآكل بالبخاخ يعني، فبخو شوي شوي. فراح نستناها لين تجف. سو هسه رجعت لكم بعد ما جفت وطلع شكلها زي ما انتم شايفين، والله يعني حلوة، متوقعة تطلع كده. بعدين البخاخ يعني مديها شكل لمعة كده. هسه حيجي دور الزينة، راح نحطها هنا بغرض المسدس، فراح احطها وارجع لكم تشوف شكلها. فهسه زي ما انتم شايفين انا لصقت الزينة، فده شكلها. طبعا الزينة احلى لما تكون باشكال يعني دوائر او نجوم وكده زي اللي عندي دي. فهسي باقي اخر مرحلة نكتب في الكورة عيد سعيد. وهنا زي ما انتو شايفين انا كتبت عيد سعيد، وباقي انه اخليها تجف. وبعدين دي يعني حاجة عشوائية يعني اذا انتو حابين او لا. فانا حابة انه ازينها شوية كده بالخرز، احط عليها شوية خرز عشان يطلع شكلها حلو. سو يلا نستناها لين تجف. هنا هسي انا رجعت للكورة بعد ما جفت، وباقي اخر خطوتين نعملها عشان تكتمل الفكرة. سو هسي في اخر خطوة بنحتاج خيط يكون النوعية دي بالضبط، وحنحتاج ابرة وحنحتاج غرام مسدس. اول شيء هتقلبوا الكورة كده في هنا في النص، نص الكورة الصغيرة. هتجيبوا الابرة، اهم شيء انه لما تيجوا تدخلوا الابرة ما بعرف التصوير مشوش، خلاص اتعدل التصوير. شايفين الفتحة اللي هي بدخلوا فيها الخيط في الإبرة دي؟ لازم تكون فوق، وهتدخلوا الإبرة من تحت في نص الكورة. هسه زي ما انتم شايفين انا دخلتها وخليت الفتحة اللي هي فوق. وبعد ما دخلتوها راح تستخدموا غرام مسدس، تغروها بالجنبات. تغروها بالجنبات عشان يعني ما تطيح الإبرة وكده. سو هسي زي ما انتم شايفين غريناها والغرا جف، وننتقل لتاني خطوة اللي هي الخيط. راح تقصوا خيط طويل وتدخلوه بالإبرة، يعني راح سويه وارجع لكم. فهسه زي ما انتم شايفين انا راح حطيت الخيط في الإبرة، واهم شيء انكم تكونوا رابطينه عشان يعني ما يتفك وكده، وتكونوا من فوق كده رابطينه عشان تقدروا تعلقوها وكده. فاخر خطوة باقية انه طبعا يعني انه نعلقها. وبس اتمنى الفيديو يكون عجبكم. زي ما قلت لكم في الاول، ما تنسوا لايك وسبسكرايب للقناة، وانشروا بين اصدقائكم عشان يستفيدوا. وهاشتاج المساتي بقى، انا احبكم موت. يلا سلام.